وسهلا بكل متابعي وعشاق الفروسية في برنامجكم فروسية. حلقتنا اليوم مشاهدينا فيها ميادين كثيرة، وفيها مقابلات حصرية، وفيها أيضا رح نقول لكم بطولات وإنجازات الخيول والخيالة. إذا حابين تعرفوا إيش معانا في حلقة فروسية لهذا اليوم، خلينا نشوف العناوين. في هذه الحلقة تشاهدون: الفيصل يخطف جائزة مساهمة نادي الفروسية في الحفل 27، نشمية تتوج بكأس كلية الملك خالد العسكرية في الحفل 28، المهر فهد التنهات نجم بطولة مكة المكرمة لجمال الخيل العربية الأصيلة، نوفا النايفات تتربع على عرش ذهب الأفراس في ختام بطولة مكة لجمال الخيل العربية الأصيلة، تواجد أداء قوي وسرعة فائقة بالحفل الثاني في الشارقة، صدران يفوز بجائزة السيارة بالحفل 7 في الجنادرية، الخيول البربرية سلالات عريقة بدماء نقية. راح نبدأ مشاهدينا أول فقراتنا من ميدان الملك عبد العزيز لسباقات السرعة. ما زلنا متابعين السباقات اللي صارت من بدايتها، واليوم وصلنا معاكم للحفل 27 اللي كانت فيه 10 أشواط، وطبعا جائزة مساهمة نادي الفروسية كانت من نصيب الفيصل اللي فاز في الشوط التاسع، وكانت قيمة الجائزة 245,000 ريال. المزيد من التفاصيل خلينا نشوف سوا السباق بهذا التقرير. شهد ميدان الملك عبد العزيز منافسات الحفل 27 على كأس وسيارة مقدمة من النادي، ومبلغ 245,000 ريال مخصص للشوط التاسع لهذه الاحتفالية التي حملت لعشاق رياضة سباقات الخيل الكثير من المتعة والحماس. في الشوط الأول استطاعت إيناء بعمر السنتين والعائدة ملكيتها للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل والذي خصص للخيول عمر السنتين والتي لم تربح على مسافة 1600 متر لصالح مبعوثة للمالك أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. أما الشوط الثالث فقد استطاع خزيم لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط. الشوط الرابع والمخصص لعمر السنتين جميع الدرجات استطاع صوت السلام للمالك اسطبل الشاطري من خطف اللقب وتحقيق جائزة نادي الفروسية التقديرية. وقد كان المركز الأول في الشوط الخامس من نصيب الفرس اتفاقية لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بينما ذهب لقب الشوط السادس المخصص للخيل المنتج محليا عمر 4 سنوات جميع الدرجات لصالح ذرارة العائدة ملكيتها لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. وجاءت منافسة الشوط السابع للخيول التي لم تربح عمر 3 سنوات لصالح أملي لمالك وأبناء عبد الله بن فراج السبيعي العجمي، واستطاع الجواد أوجب للمالك دخيل مانع العتيبي من السيطرة على مجريات الشوط الثامن وخطف المركز الأول. والله الحمد لله الشوط صعب، فيه خيل طيبة جدا، وعطينا الخطة للعطريق المدرب فارس الدهاسي للخيال، والحمد لله الأمور تسهلت. والله الموسم اللي فات كان تركيزنا على المستورد، والآن ركزنا على الإنتاج نوعا ما، والحمد لله مستمرين بإذن الله. المستوى مرتفع جدا، والأخوان في نادي الفروسية معطين الخيل المستورد اهتمام منقطع النظير صراحة، والحمد لله إن شاء الله في تطور من تطور إلى تطور إن شاء الله. أما الشوط التاسع فقد كان على جائزة مساهمة نادي الفروسية للإنتاج المحلي لعمر 4 سنوات وأكثر، حيث استطاع الفيصل للمالك سيف الغليسي القحطاني من تحقيق اللقب على مسافة 1400 متر. والله الحمد لله الشوط كان قوي والتنافس على شدة. الحصان الحمد لله معطينا مؤشر طيب من العام الماضي، جو يعني الحمد لله حقق ثاني أكثر من مرة وحق وفاز، والأسبوع اللي فات كان ماخذ سيارة سابق، الأسبوع هذا أخذ ما شاء الله شيك نادي الفروسية ولله الفضل منه ب500,000 ريال. الحمد لله هذه الخيل تونسك يوم وتزعلك يوم، لكن الحمد لله حيلا ونسنا الحمد لله سباقين ورا بعض،
والله والله الحمد سباق السرعه في المملكه العربيه السعوديه خطى خطوات جباره بقياده سمو الامير الفارس متعب بن عبد الله. ولله الحمد جميع التجهيزات متاحه لنا، ولله الحمد جميع الامكانيات متاحه لنا، وحققنا ولله الحمد نتائج طيبه ولله الفضل والمنه. تتطلع ان الموسم الحاضر هذا بيكون موسم قياسي من ناحيه البطولات وعدد الكؤوس الفئويه. عندنا كؤوس الملوك الملك عبد العزيز اللي هو جروب 1، عندنا كاس خادم حرم الشريفين مستورد انتاج، عندنا كاس الملك سعود، كاس الملك خالد، كاس الملك فيصل، كاس الملك فهد، كاس الملك عبد الله، وكاس ولي العهد. هذه كلها كؤوس فئويه، يعني جروب 1 وجروب 2، وكاس الامير بدر. يعني الحمد لله السنه هذه في زخم وفي تواجد اعلامي وفي الحمد لله حضور جماهيري، ونتطلع ان شاء الله التوفيق للجميع ان شاء الله. احنا كنا في الشوط التاسع شوط المساهمه، وبفضل رب العالمين ولله الحمد والمنه اخذنا الشوط، اخذنا المركز الثاني، وحقيقه انا بارك لصاحب المركز الاول، يعني والله يبارك ويوفقه ان شاء الله. مسافه 1004 دائما يعني تكون مسافه سريعه، لكن وعندي حقيقه الجواد يبغى مسافه اطول شوي، ولكن الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره انه يعني من فضل الله سبحانه وتعالى انه الخيال يعني تعامل مع الجواد في حينها، ومن فضل رب العالمين حصلنا على المركز الثاني. اما الشوط العاشر والاخير لمسافه 1800 متر للخيول المنتجه محليا عمر 3 سنوات واكثر، كان اللقب الاكبر من نصيب الجواد الهاردي للمالك نزار انور ابو الجدايل. والله الحمد لله شكر حصان اليوم كسب مكسب زين ويطمن على المسافة البعيدة، والحمد لله توفقنا واخذ السيارة الحمد لله. والله هو ان شاء الله يعني من الخيل المرشحة في الشوط، لكن مجريات السباق في 400 الاخيرة كانوا شوي يعني ما لقى طريق وخفت من خسارته صراحة، لكن الحمد لله الله يسر وكسب الحمد لله. في ميدان الملك عبد العزيز، إضافة لحماس الفرسان وهم على خيولهم أنهم يوصلوا خط النهاية ويسبقوا غيرهم، كذلك ملاك الخيل أيضا بتكون قاعدة بحرقة مش متوقعة إيش ممكن يصير. ما زلنا مشاهدين في ميدان سباقات السرعة، وهذه المرة راح نروح على الحفل 28 اللي فازت فيه النشمية اللي حصلت على كأس كلية الملك خالد العسكرية. المزيد عن هذا الحفل خلينا نشوفه سوا بهذا التقرير. تكون الحفل 28 في ميدان الملك عبد العزيز من 10 أشواط، وتميز الشوط الخامس بكأس كلية الملك خالد العسكرية، والشوط السابع بكأس إفريقيا، والشوط الثامن بكأس الهيئة العامة للرياضة. وكانت نتيجة الأشواط كالتالي: الشوط الأول على مسافة 1400 متر استطاع برودان والعائدة ملكيتو للمالك مساعد محمد المفضي من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل لصالح الحالم للمالك يوسف محمد عبد الرحمن الطريف. أما الشوط الثالث فقد استطاع منيح للمالك نزار أنور أبو الجدايل من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط. الشوط الرابع والمخصص للإنتاج المحلي لم تربح 3 سنوات، استطاع رعاف للمالك محمد الحماد وإخوانه من خطف اللقب الذي كان على مسافة 1800 متر. وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس من نصيب الفرس نشمية للمالك أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذه نخبتها فراس عمر 2، والحمد لله فازت، الحمد لله نشمية، صارت نشمية على الألسن، والحمد لله جاب الله الحظ الطيب وسباق قوي، والخيل نخبة 2 الأفراس. هذه هذا الشوط يعني التوقعات اللي حابرينها حصلت إن شاء الله، والمفاجآت لا هناك ما هناك مفاجآت، لأن كلهم متأهلين بنقاط جيدة ومستوى جيد، والحمد لله على الشوط يعني تمام. وذهب لقب الشوط السادس المخصص للخيل المنتجة محليا عمر 3 سنوات جميع الدرجات لصالح الأبهجان العائدة ملكيته لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.
واجهت منافسة الشوط السابع للمستورد جميع درجات عمر 3 سنوات وأكثر حسن وأفراس على مسافة 2000 متر الذي تصدر الجواد سموكينج سان لمالكه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. واستطاعت ريد فلاور للمالك استبل الغريبان من السيطرة على مجريات الشوط الثامن وخطف المركز الأول. والله الحمد لله الفرس ريد فلاور هذه ثاني سنة تحصل، طبعا المواسم اللي فاتت سنتين متتالية تحصل على بطلة الأفراس. الحمد لله اليوم كن جهزناها بداية الموسم تحضير، واليوم ما شاء الله يعني حضرناها للشوط هذا وقدمت ممتاز، سبق ممتاز يعني مثل ما شفت من الانطلاقة الشوط كان سريع. الحمد لله الفرس صمدت لنهاية الشوط، الخيل اللي ويانا كلها خيل ممتازة وخيل حاصلة على سباقات وبطولات، لكن الفرس ريد فلاور الموسم هذا هي المسافة هذه اللي ركضت عليها الفرس، مسافة أبعد من 1400. الفرس كل كسباتها يعني 2000 2004، يعني 2004 في كاس الملك حصلت على المركز الثاني، 2000 متر الفرس ما انضربت في الميدان السعودي، يعني المسافة اليوم كانت صغيرة عليها نوعا ما، لكن الحمد لله أهم شيء النتيجة، واليوم حققنا النتيجة وأخذنا البطولة، يعني كاس غالي على الجميع صراحة. أما الشوط التاسع عمر 4 سنوات للإنتاج المحلي والتي لم تربح، استطاعت نجمة الغريف للمالك ناهض عبد الله السبيعي من تحقيق اللقب. أما الشوط العاشر والأخير لمسافة 1600 متر للخيل مستوردة جميع الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر حسن وأفراس، كان اللقب الأكبر من نصيب الجواد دريكسيا للمالك الصبل شواهد. فاصل 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 وراجعين. تشاهدون بعد الفاصل المهر فهد التنهات نجم بطولة مكة المكرمة لجمال الخيل العربية الأصيلة. نوفا النايفات تتربع على عرش ذهب الأفراس في ختام بطولة مكة لجمال الخيل العربية الأصيلة. أقامت فروسية نجران سباقها الخامس للموسم الحالي على دعم صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير الذي كان من نصيب الجواد ولد طحوم، بعد أن استطاع أن ينتزع الصدارة بمجريات الشوط الخامس وعلى مسافة 1400 متر. تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وحققت ثنائية في السباق الثالث لمضمار أبوظبي، وشاركت فيه 80 خيلا في 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، تنافست على القيمة الإجمالية لجوائزه المالية البالغة 500,000 درهم. راح نروح مشاهدينا هذه المرة على ميدان كثير من الناس بتحبه، هو ميدان الجمال، وإلى مكة لبطولة الجمال السابعة. طبعا كان في مشاركات كثيرة ومنافسات كبيرة بين المرابط إنه تكون خيولها أجمل خيول. في اليوم الأول الذهب كان من نصيب المهرة ميار المعود من مربط المعود. المزيد عن الجمال راح نشوفه سوا بهذا التقرير. شهدت مزرعة الصواري فعاليات بطولة مكة المكرمة لجمال الخيل العربية الأصيلة الدولية في مدينة جدة
في دورتها السابعة والتي حظيت وتحظى في كل دورة لها برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبتنظيم خاص من الشيخ هشام بن حسين باشا مالك مزرعة الصواري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبإشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، والتي استمرت 3 أيام على التوالي بمشاركة أكثر من 200 راس من الخيل العربية الأصيلة، حيث شهد المضمار منافسات قوية وكانت نتائج اليوم الأول على الشكل التالي. فئة المهرات ألف عمر سنة جاءت المهرة ميار الرابعة لمربط المعود بالمركز الأول. أولا مشاركتنا طبعا إحنا كمرابط سعودية نحب رياضة الخيل العربية ولازم ندعمها دعم بالمشاركة، والمشاركة بنوعية الخيل ومن حيث الكفاءة ومن حيث الإنتاج السعودي، والحمد لله وصلنا يعني المراحل متقدمة جدا ونتمنى أن نواصل الطريق. فئة المهرات باء عمر سنة جاءت المهرة نوفا أي أم لمربط المحمدية بالمركز الأول. طبعا هذه بتنظيم ديراب المركز الملكي عبد العزيز للخيل ديراب، وطبعا الإدارة العامة للأخ هشام باشا هو اللي كان تفضل بالتكريم بالترتيب هذا المكان الجميل. بطولة برعاية صاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، هو بطولة ما شاء الله قوية وتعتبر من البطولات المهمة في البطولات الخاصة بالسعودية. احنا دخلنا هواية فجينا ندخل في البطولات، دخلنا في بطولة جدة هذه أول مشاركة لنا، احنا داخلين في راسين اللي هي سلطان اي ام كان مالك مربط الحمدية أولا وحاليا هو صار مربط الأصول، ورنا اي ام داخلة معنا وإن شاء الله نفوز بإذن الله. فئة المهرات عمر سنتين، فئة ألف تصدرت المهرة اس اس دانا لمالكها عبد العزيز بن محمد بو 50. فئة المهرات عمر سنتين فئة باء تصدر هذه الفئة مربط المحمدية بالمركزين الأول والثاني من خلال المهرة عليا أي أم. فئة المهرات عمر 3 سنوات تصدرت هذه الفئة المهرة فجر الشمال لعبد الله بن عبد العزيز المقبل. فئة الأمهار عمر سنة فئة ألف تصدر المهر اس اس هاجس الرية لعلي بن هادي اليامي. والله بشاركتنا براسين اس اس هاجس الرياض حققنا فيه المركز الأول وأعلى درجة في البطولة الحمد لله. بطولة صواري من أقوى البطولات في المنطقة وفي الخليج ككل يعني، وتميز يعني بتوقيت جيد و يعني بطولة، والروس المشاركة روس قوية جدا جدا يعني، وجاية من كافة أنحاء العالم يعني من أمريكا من أوروبا من الخليج من، والحمد لله. بطولة الصواري هي من البطولات المهمة في المملكة العربية السعودية وكذلك على الصعيد العربي، وتتمتع هذه البطولة بشفافية كاملة من حيث التحكيم ومن حيث دور المنظمة اللجنة المنظمة لهذه البطولة التي أبت أن تشارك بجيادها حتى لا تترك أي حساسية لدى الملاك المشاركين. فئة الأمهار عمر سنة فئة باء جاء بالمركز الأول المهر فاليادور لمربط السيد الرقم 106. فئة الأمهار عمر سنتين والذي تصدرها المهر فهد التنهات لمربط التنهات بمجموع نقاط بلغ 92 إلى 63. بذلنا مجهود لكي ننجح هذه البطولة، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع، ونشكر طبعا سعادة الشيخ هشام بن حسين باشا رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذه البطولة، بذل مجهود كبير لإنجاح هذه البطولة باسم منطقة مكة المكرمة تحت رعاية وتشريف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين. مشاهدينا موجودين في مكة في بطولة الجمال السابعة اللي كان في اليوم الختامي الذهب من نصيب الفرس نوفا النايفات. المزيد أيضا عن اليوم الختامي راح نشوفه سوا بهذا التقرير.
تمت فعاليات بطولة مكة المكرمة السابعة لجمال خيل العربية الأصيلة بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتم تتويج الأبطال الفائزين من قبل سمو الكريم، كما توج سمو لجنة الحكام المشاركة ورعاة البطولة. أولا شاكر لكم حضوركم وشاكر لبرنامج فروسية وقناة روتانا. طبعا بطولة منطقة مكة المكرمة انطلقت منذ أكثر من 8 سنوات، البطولة الآن احنا في نسختها 7 وأصبحت بطولة دولية. طبعا احتضنتها مزرعة الصواري وتشرفت بتنظيمها منذ أن انطلقت هذه البطولة. حظيت الحقيقة بدعم من سمو سيدي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الذي يتابع ويشرف على كل فعالياتها وكل تفاصيلها. الحمد لله أصبحت بطولة دولية. جديد هذه النسخة طبعا أنه إحنا يمكن أنا يعني لأول مرة أعلنها، أنه سمو الأمير تبنى فكرة كيف نكون قدوة، وانطلقت هذه الفكرة من منطقة مكة رغبة في سمو الأمير بأن يظهر المسلم بأن يكون قدوة. وقد انطلقت واستخدمنا هذا الشعار لأن يكون شعار هذه البطولة كيف نكون قدوة. وسوف يخصص كذلك درع من سموه الكريم للمربط القدوة، سوف يتم ترشيحه ليحصل على هذا الدرع. يكفي شرف أنه تشريف الأمير خالد الفيصل لهذه البطولة، وبالإضافة إلى التنظيمات الجيدة وتقديم هدايا ودروع وسيارات، أشياء جميلة تقدم لملاك مربي الخيل، يدل على اهتمام المملكة والحكومة في هذه النشاطات التي تقام لملاك مربي الخيل العربية. أما بالنسبة للنتائج الختامية لهذه البطولة فكانت على الشكل التالي: البطلة الذهبية في بطولة المهرات عمر سنة هي المهرة ميار الرابعة لمربط المعود، أما البطلة الفضية هي المهرة نوفا أي أم لمربط المحمدية، فيما كانت البطلة البرونزية هي المهرة ناردين الصمع لعبد الله بن سعد التويجري. الله يبارك فيك. أول شيء احنا سعداء أن نطلع على شاشة روتانا، أشكركم على المتابعة. والفوز صراحة فوز لجميع المرابط السعودية، لأن ميارة إنتاج سعودي 100% للأخ حسين الصمع، وإحنا نفتخر أن فزنا فيها، ونتمنى إن شاء الله أن نطور الخيل العربية في المملكة من ناحية الإنتاج، من ناحية التدريب، من ناحية العارضين. نتمنى نشوف عارضين سعوديين وحكام سعوديين إن شاء الله. البطل الذهبي في بطولة الأمهار عمر سنة هو المهر فاليدور لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة، أما الفضة فقد كان من نصيب المهر اس اس هاجس الرياض لعلي اليامي مربط الهدد، فيما كان البطل البرونزي هو المهر سلمان الوصيل لمربط الوصيل. احنا يمكن هذه ثالث سنة في البطولة دي وفي البطولات كلها الحمد لله، لكن بالنسبة لبطولة مكة هذه ثالث سنة لنا فيها في المشاركة، والحمد لله راضين على المستوى اللي حققناه. وبطولة مكة بطولة كبيرة الحمد لله، ومشاركين فيها كبير من المرابط الكبيرة، من الملاك، من المربين، فالحمد لله كل الناس راضين على البطولة هذه، وبطولة هذه بطولتنا بطولة مكة بالكرم. البطلة الذهبية في بطولة المهرات هي فجر الشمال لمربط الشمال، أما البطلة الفضية في بطولة المهرات هي اس اس دانا لمزرعة الخمسين، والبطلة البرونزية فهي المهرة عليا اي ام لسمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله من مربط المحمدية. الحمد لله، هذا بفضل الله وتوفيقه أولا وأخيرا. الحمد لله. طبعا بطولة جدة، بطولة منطقة مكة المكرمة، يعني تعتبر كبطولة تصنيف بي انترناشونال، يعني من أقوى البطولات في المملكة وفي المنطقة. هذا سبب حرصنا على المشاركة. طبعا المنافسة كانت جدا قوية، ويمكن تأثيرها باين على وجهي الآن من الضغط العصبي ومن التوتر، لكن الحمد لله أولا وأخيرا توفقنا. البطل الذهبي في بطولة الأمهار هو المهر فهد التنهات لمالك وعبد الله بن فهد الحقباني مربط التنهات، أما بطل الفضة فهو المهر اتش اس سانتياغو لمربط عاديات العجلان، أما البرونز فكان من نصيب المهر مهاجر المعود لعبد المحسن آل الشيخ. الحمد لله توفيق من الله، والله منافسة صعبة. نبارك للمربط العجلان الفضة، والحمد لله هذا توفيق من الله، والله ما جبت من البرونز، الله يوفقه إن شاء الله. والحمد لله والله مشاركة صعبة، والحمد لله الخير تطور،
الحمد لله. الحمد لله. التنافس البطولة هذه غير، كل الناس قلوبها واحدة الحمد لله. والحمد لله حنا شاركنا يعني بكذا جواد، يعني تقريبا ثلاثة كلهم تتوجوا، اللهم لك الحمد. يعني يعتبر فوزك وإنجازك 100 من 100، لأنه ما شاء الله أخذت 3 مراكز جميلة الحمد لله، كأنا مالكها، لكن كعارض الحمد لله يعني تتوج أكثر من مركز، والحين عندي تشامبيون إن شاء الله أنه يكون نتيجة طيبة بإذن الله. البطلة الذهبية في بطولة الأفراس هي نوفة النايفات لنايف المبارك مربط النايفات، أما بطولة الفضة فهي الفرس إليرا ديا لمربط العلوش للخيل العربية الأصيلة، أما البرونز فكان من نصيب الفرس البطلة اف ام ريحانة لمربط اللنجاوي للخيل العربية الأصيلة. نحمد الله ونشكره أننا حققنا الذهب وأفضل رأس في البطولة بالبطلة نوفة النايفات وهي الغنية عن التعريف، شاركنا بمشاركة واحدة ولله الحمد، ألا وهي فقط الفرس نوفة، والحمد لله كانت في التوقعات وفي المستوى المأمول للمشاركات بالمستوى هذا في البطولة الدولية. البطل الذهبي في بطولة الفحول هو الفحل بي اس باباراتزي لعبد المحسن بن عبد الملك آل الشيخ، أما البطل الفضي من بطولة الفحول هو الفحل ريفليوشن لأبناء عبد الله بن محمد سبيعي مربط المعود، أما البرونز فكان من نصيب الفحل البطل ديزاين فور لايف لمربط مجد الشموخ للخيل العربية الأصيلة. ما شاء الله عليها بطولة مكة في السنة السابعة، برهنت أن هي بطولة موجودة على الخارطة الدولية ليس المحلية فقط، ولم يأتي هذا عن فراغ، بل أتى عن عمل وجهد كبير من قائمين عليها، والدعم اللامحدود من سمو الأمير خالد الفيصل والدولة السعودية والقائمين عليها من أخ هشام واللي معاه إن شاء الله. بس شفنا السنة الحمد لله 250 رأس مشارك من أحسن أنواع الجياد، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. التشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، هذا هو التشريف لأهل الخير كلهم، وهو البطولة بحد ذاتها. والحقيقة بعدين نشكر مزرعة الصواري على استقبالهم وعلى التنظيم، والحمد لله حنا يعني أخذنا يعني عندي فرس واحدة أخذت 4 جوائز. المزيد من فقرات فروسية راح تشوفوها معانا ولكن بعد الفاصل. تشاهدون بعد الفاصل تواجد أداء قوي وسرعة فائقة بالحفل الثاني في الشارقة، سدران يفوز بجائزة السيارة بالحفل السابع في الجنادرية، الخيول البربرية سلالات عريقة بدماء نقية. حقق الجواد قدحان لاسطبل هجر والمدرب سعيد المخيدر كأس ميدان الفروسية في الحفل السادس لسباقات ميدان الفروسية بالإحساء. استطاع فارس الفئة الوسطى قتيبة الدوغري من نادي الشارقة للفروسية خطف لقب الشوط الرابع مفتوح، والذي خصص لمشاركة الفرسان من الفئتين الوسطى والكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس لدور الإمارات لقفز الحواجز، والذي صمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سنتيمتر، حيث شارك فيه 10 فرسان، واستطاع الدوغري حسم الشوط بعد أن أنهى التمايز في زمن بلغ 37 ثانية و89 جزء من الثانية. نرجع مرة ثانية على ميدان سباقات السرعة، هذا الميدان اللي مسافته دايما بتكون قليلة ولكن الأعصاب بتكون فيه مشدودة، الناس دايما تنتظر والملاك ينتظروا يشوفوا خيولهم بخط النهاية وفايزين. معانا الحفل الثاني لسباقات السرعة في الشارقة اللي كان بطله تواجد لصاحب السمو رئيس الدولة خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه. طبعا مشاهدينا المزيد عن هذا السباق راح نشوفه سوا بهذا التقرير. تميز
فازت الأشواط الستة في الحفل الثاني لسباقات الخيل من نادي الشارقة للفروسية والسباق بالقوة والسرعة، حيث انطلق التحدي في هذا الحفل وفي الشوط الأول على مسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة، حيث استطاع الفحل الحارث للمالك والمدرب خليفة نيادي من خطف المركز الأول. هذه المسافة لأن جربنا على مسافات قصيرة كان قريب يعني منها مش بعيد، بس كل مشاركاته أنه يلحق من وراء، يعني كانت مسافة أطول أحسن أفضل، مثل ما بلغنا يعني يكون خلف الخيول اللي في الصدارة، يكون يعني يحافظ على مركزه لين عند الملف وبعدين يبدأ شوي شوي يدفع، والحمد لله تجاوب مع الحصان. بالانتقال للشوط الثاني كان أيضا للخيول العربية الأصيلة ولمسافة 1700 متر استطاع المهر تواجد لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من تحقيق المركز الأول بعد منافسة قوية مع المهر صلاح الملس الذي جاء بالمركز الثاني. اللي صار أنه منذ عند الانطلاقة صارت عنده إشكالية بسيطة، الحصان تسكر الطريق أمامه فكان تأخر شوي، طبعا الفارس حاول انه يعوض الفرق اللي صار عنده في الانطلاقه وحاول الدخول مبكر الى الخط المستقيم، لكن اثناء دخول الخط المستقيم واجه نفس المشكله بانه الطريق امامه كان مغلق، فاضطر ياخذ الحصان للجهه الخارجيه على جهه اليمين شوي، مما ادى الى تاخير الحصان. هاي السبب الوحيد اللي اخر الحصان. احنا اليوم بثاني ميتنج بالشارقه وهي ثاني ريس، المستوى عالي جدا، انا من وجهه نظري عالي جدا، يعني مستوى الريسات الشارقه لا يقل عن مستوى الريسات في باقي مضامير الدوله. وجاء الشوط الثالث على نفس المسافه ايضا، حيث استطاع المهر اسلان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والمدرب هلال العلوي من الظفر بالمركز الاول. الجوكي ما قصر، تاخر شوي الحصان في الانطلاقه، لكن الحمد لله ادى المطلوب منه، هو حصان سوبر ما شاء الله، قوي الحصان وتمارينه في الاسطبل ممتازه، يعني كنا متوقعين هذا الاداء منه. انتهز هذه الفرصه لشكر سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد حفظه الله على هذا الدعم لي خاصه ولدوله الامارات والمربين و جميع مضامير الدولة بشكل عام وعالميا بشكل عام نفس الشيء. أمير السرايا هو يحب هذه المسافة، لكن اليوم نقدر نقول لك الحصان بعد كم يوم يصير عمره 10 سنوات أو 11 سنة، يعني حصان كبير، فكنا كل الآمال على الله وأسلان كانت في الشوط يعني. وكان الشوط الرابع هو شوط الخيول المبتدئة المنتجة محليا في الإمارات على مسافة 1200 متر، حيث استطاع الفرس اي اس تانجو لسمو الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي تحقيق لقب هذا الشوط. اول شيء الحمد لله ابارك اول شيء للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، والحمد لله طبعا الفرس زي ما شفت من اول هي كانت عن المرشحه، ونفس التعليمات طبعا اللي اعطيناها الجوكي ونفذها نفس اللي كنا متوقعين عن الفوز، والحمد لله على كل. والله في طبعا بعض الخيول كنت حصان واحد اللي هو النابود المدرب الرايحي هو اللي كنت خايف منه يعني في الشوط كله، والفرس هي بعد ما يعني مو بهينه يعني الفرس ما شاء الله لها قضت اللي عليها وفزنا الحمد لله. في حين جاءت نتيجة الشوط الخامس لصالح الحصان الراشد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وتدريب المدرب الخبير علي راشد الرايحي. والله من 3 سنوات عندي اركبها 2000 يجي ثاني، 1007 يجي ثاني، 1006 يجي ثاني، في الميدان يجي ثاني. كله بنخليني في 1200 وبنجربه. فاز الحمد لله. طبق الجوكي والحصان روحه يطبق. الحصان لازم يصير قدام. الحصان الخيل يعني لا باس منه يأخر الحصان ولا هو يروح قدام يروح قدام. بينما كانت نتيجة الشوط السادس والأخير لصالح مجد أبو ظبي للمالك فيصل المطوع بعد أن قطع مسافة الشوط 200 متر. والله الخيل اليوم اللي معانا لا مشعل ولا سلطان، بسم الله ما شاء الله، امشي بمشي، وقف بوقف، بسمع الكلام. راح نرجع مشاهدينا على ميدان سباق السرعة أو سباقات السرعة، وهذه المرة في السعودية إلى الجنادرية
اللي كان في الحفل السابع لسباقات السرعة اللي تكون من 7 أشواط. الشوط السادس كانت جائزته السيارة اللي كانت من نصيب صدران. المزيد عن سباق الجنادرية السابع راح نشوفه سوا بهذا التقرير. ميدان الجنادرية بالرياض حفله السابع بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وميدان الجنادرية ودعم شوط السادس من الشيخ متعب بن بدر شريم. وكان الشوط الخامس هدية وكأس مقدمة من ميدان الجنادرية، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي. الشوط الأول مفتوح الدرجات لمسافة 1400 متر وقيمة الجوائز فيه 10,000 ريال من نصيب الفرس كريستيان نيمنف للمالك ممدوح بن حسين عرفشة. أما الشوط الثاني فخصص للخيول التي لم تربح بعمر سنتين لمسافة 1400 متر وجوائز بلغت 12,000 ريال من نصيب الجواد بامسي للمالك هادي جبران الرشيد. في حين خصص الشوط الثالث للخيول التي لم تربح 3 سنوات وأكثر لمسافة 1400 متر وقيمة الجائزة فيه 12,000 ريال من نصيب الجواد كيوت للمالك اسطبل الجنوب. بينما حدد الشوط الرابع مفتوح 3 سنوات لمسافة 1400 متر وقيمة الجائزة 20,000 ريال من نصيب الجواد شرعي للمالك محمد إبراهيم محمد المرزوقي. والله والحصان زين ما شاء الله عليه، لزلزة مرة واحدة بالطايف وتأملنا فيه خير وسجلناه واللهم لك الحمد، فاز الحمد لله. كانت يعني نقول لزة تجريبية، يعني كان عارف السباق وكذا، والحين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا في تقدم دائما دائما، في تقدم وفي طلعة أمامية، يعني ما في ركود، لا الحمد لله طالعين لقدام. وكان الشوط الخامس مفتوح الدرجات للخيول التي ربحت من 1 إلى 3 فوز لمسافة 1400 متر وقيمة الجائزة 5400 وكأس من نصيب الفرس نزاح للمالك زيد بن حطاب السبيعي. الحمد لله رب العالمين. شوط فراس مفتوح سنتين، مهرتي أول يوم لزز لها، الحمد لله يعني مشت حسب المرسوم لها، والحمد لله اللهم لك الحمد توفقنا وكسبنا. والله الشوط نوعية الخيل اللي فيه كويسة الحمد لله جيدة. الموسم هذا فيه أفراس كثير وفيه مهارة سنتين فوق الممتاز مستوى، الحمد لله إن شاء الله القادم الأيام إنها تسوي سباق زين إن شاء الله أحسن من اليوم. الشوط السادس مفتوح 3 سنوات والجائزة في سيارة مقدمة من الشيخ متعب بن بدر شريم، ذهب لصالح الجواد صدران للمالك هاني مخلد عايد الخميس. أما الشوط السابع مفتوح 3 سنوات وأكثر لمسافة 1400 متر والجائزة مبلغ 20,000 ريال من نصيب الجواد لطف للمالك فهد عبد العزيز الجبر. والله الجيادة اليوم كلها ما شاء الله يعني كلها مرشحة، والحمد لله الجواد لطف الحمد لله جاب النتيجة والحمد لله أخذ الأول، ومبارك للشيخ فهد عبد العزيز الجبر على الفوز، وبرضو مبارك للمدرب القدير ناصر أحمد جميل على التدريب ما شاء الله والفوز بهذا الشوط. الموسم هذا يعني كل سنة يجي جياد جديدة وجياد واعدة، والحمد لله الجيادة اللي الموجودة الآن من أفضل الجيادة الموجودة بالسعودية، تنتج وإنتاج واستيراد، الحمد لله اليوم شفنا جياد كلها مرشحة والحمد لله حسمها لطف الحمد لله. أغلب الناس ما بيعرفوا شو هي الخيول البربرية أو بطولة التبوريد المغربية اللي بتصير في المغرب، وانتقلت أيضا الفروس المغربية صارت بأكثر من مكان وصار فيها عروض، ومن ضمنها مؤخرا كان في عروض التبوريدة في أبوظبي. مريم الهراري المسؤولة في شركة الفرس الملكية راح تكلمنا أكثر عن الخيول البربرية والتبوريدة. إذا حابين تعرفوا المزيد عن عالم الفروسية في المغرب أيضا خلينا نشوف سوا هذا اللقاء.
الشركة الملكية للتجارة الفرس هي أولا شركة عمومية تحتوي سايت وزارة الفلاحة وصيد بحري بالمغرب. احنا مكلفين بكل ما هو تنظيم سباقات الخيول، تربية الخيول، يعني احنا الفاعل الرئيسي لتربية الخيول، وتنظيم كذلك ألعاب سباقات الخيول. احنا جينا الإمارات العربية المتحدة مع مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لأنه في شراكات بيناتنا بننظم سباقات للمهرجان عندنا بالمغرب، ولأنه السنة الجاية راح ينظموا عنا الورد عربيان كونفيرنس بالمغرب، لأنه لهيك احنا جينا هالسنة. وبصراحة احنا الأول مرة نحضر لهالمعرض، وجينا لهون حتى نطور العلاقات ما بين يعني قطاع الخيول المغربي مع قطاع الخيول الإمارات، حتى يتعرفون علينا أكثر ويكون بيننا وبينهم علاقات تجارية ولا علاقات يعني partnership ما بين الدولتين. الشركة الملكية لتسجيل الفرس يعني تتابع الفرس من يوم ما يتزاد إلى الحين، إلى يعني في سلسلة نتبعها إلى حين إلى حين يوصل أحلى الاستعمالات، اللي هي يا إما سباقات خيول، يا إما جامبين، يا إما اندورنس، يا إما تبوريدا أو الفانتازيا على قيد ما هي معروفة. إحنا نتابع من الأول حتى الآخر، ولو حتى إذا كان في فرس راح يشتري أي دولة ولا يخرج من المغرب، إحنا دائما نتابع كل هالمراحل التسلسلات، يعني إحنا فاعل رئيسي وكل شيء يخص الفرس بالمغرب يمر من عندنا. في قواسم واختلافات ما بين الخيل البربري ومثلا الخيل العربي الأصيل. القواسم المشتركة هي قدرة على التحمل، قدرة على التكيف في المناخ، لأن المناخ المغربي فيه متعدد، يعني في مناطق جافة صحراوية، في مناطق جبلية مرتفعة، في مناطق يعني على البحر. وهذه السلالة من الخيل معروفة بقدرة التحمل والتكيف، وأنها ما تتطلبش مواد يعني ولا موارد لأجل التوليد، يعني بصفة طبيعية، يعني بالنسبة لكلفة إلا بغيتي كلفة ديال يعني التربية هي كلفة يعني بسيطة ويعني متواضعة مقارنة مع الخيل الإنجليزية. وبالنسبة للاستعمالات في الخيل البربرية كان هناك استعمالات مختلفة لأنها يعني مرسخة في الثقافة المغربية، يعني من بينها التبوريدة، كان الصوره كنا درنا هنا يعني نضمنا هنا في ابو ظبي مهرجان التبوريده والفانتازيا المعروفه في المغرب. ومن كذلك كاين هناك استعمالات متعدده، يعني من بين قدره على التحمل، يعني سباقات القدره على التحمل. وكذلك في بالنسبه للريسين هو كاين خيول بربريه عربيه يعني ليها هجينه، كاين مسابقات خصيصه لهذا النوع من الخيول. كاين هناك مسابقات جمال الخيل البربري والعربي البربري خصيصا لتشجيع المربين على تحسين النسل وتطويره. وهناك في المعرض الجديده كاين هناك مسابقات جهويه لاختيار احسن خيول عبر الجهات، وبعد نمر الى مسابقات وطنيه اختيار ممثلين المغرب. الخيل البربري هي خيول قديمة جدا، كانت تستعمل خصوصا في الحروب من عهد الرومان وما قبل، وعندها خاصية لها واحد الخاصية مهمة، وهي توازن والجبال حد حوافير صلبة، والتكوين الجسمي والعضلي. أهم الاستعمالات حاليا هي التوريدة أو الفانتازيا، وكذلك هناك مجموعة من المباريات للقدرة والتحمل، تخصص بربري وعربي بربري. وكذلك في قفع الحواجز هناك محاولات، لأن الحصان البربري الإمكانيات ديالو كثيرة، والشركة اللي كتجي على الفرس كتقوم بمحاولة استعمال تنويع الاستعمالات
حتى نتمكن من الحفاظ على هذه السلالة. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. هذه هي كاميرا برنامج فروسية اللي دائما موجودة عشان تنقل الإنجازات والبطولات وتنقل أيضا مجهود وتعب الملاك والمدربين. اللي ما قدر إنه يشوف حلقة برنامج فروسية يقدر إنه يشوفها على موقع اليوتيوب، وتقدروا أيضا إنكم تتواصلوا معنا على موقعنا، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام. وأيضا مشاهدينا تقدروا تشوفوا إعادة حلقة فروسية كل يوم ثلاثاء الساعة 1 بتوقيت السعودية. هذه تحية مني لكم أنا أحلام العجارمة ومن هذا الحصان الحلو، في أمان الله. اللي مو كان بس إلها إنجازات رياضية هو الخيول البربرية بربربرية نو لا استنى، اللي تنقل دائما إنجازات الخيول